أجواء هادئة بمجمع العرفان بمنطقة بوخلف بطنجة بعد التوتر الذي عرفته المنطقة ليلة الجمعة السبت الأخيرتين باشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها التي أفضت حسب ما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك إلى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم. تم البحث والتحري أصفر على إيقاف بعض الأشخاص اللي عندهم علاقة بهذه النزيلة. تم إيقاف 3 أشخاص مغاربة يقطنون بنفس الحي و 8 أشخاص من دول جنوب الصحراء. هذوك 3 بقاو راهنا إشارة قاضي التحقيق لدى محكمة السناف على أساس عندهم علاقة مباشرة بالاعتداء المذكور، والثمانية الآخرين قررت النيابة العامية تحالف ابتدائية وتمت المتابعة ديالهم في إطار القانون. بالإضافة إلى عمل الأجهزة الأمنية يبرز دور المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في العمل الميداني مع الساكنة لتجاوز هذا الحدث وتفادي تكراره مستقبلا. ما وقع يسائلنا جميعا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، يسائلنا كمجتمع مدني، يسائلنا كسلطات. يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته لكي لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة، ويجب أن نبقى ذلك الشعب المضياف، ذلك الشعب المتسامح الذي يتحلى والمتشبع بثقافة التسامح. أحداث بوخالف تعد حادثا استثنائيا عابرا خرج عن المسار المعهود، مسار رسمته روح الأخوة والتسامح بين المغاربة وبني قارتهم السمراء.